السلام عليكم متابعينا الكرام، يعطيكم العافية، معكم المهندس ياسين. طبعا أنا عندي بالنسبة لموضوع الباكج، موضوع الباكج أيضا موضوع بسيط إن شاء الله. إحنا مثل ما شرحنا بالكورس حتى حساب الأحمال الحرارية وأيضا تصميم الدكت ما بيختلف عندنا أي شيء ما بين الباكج يونت والسبلت دكت أو الكونسلد. اللهم أنا هون عندي هذا السبيس كانت بتغذيه وحدة داخلية اندور يونت أو فان كويل كانت مثلا تركب في هذا المكان وتغذي هذا السبيس، مثل ما هو موجود عندي مثلا بنفس المشروع. في عندي سبلت دكت وول جريل مثل ما شايفين هون، أنا في عندي هون السبلاي وعندي هون الريتيرن، والماكينة راح تركب داخل الحمام. هاي عندي هون مصرف الماء وعندي بايب الغاز للوحدة الداخلية، فهي راح تركب الفان كويل هون وراح يطلع معي الدكت من هون، يمر من هاي الفتحة، ومن بعدها يكون في عندي شو هون على نفس مقاس الجريل اللي احنا مصممينه، تمام، ويعطيني دفع الهواء، وهون راح يكون في عندي ريتيرن البو موجود. هاي بالنسبة لسبل الدكت. بالنسبة للباكج يونت ما راح يختلف عندي أي شيء، إلا اللهم أنه أنا خلال عملية صب هذا السقف، في حال أنت بدك تركب هاي الماكينة على السطح من الأعلى، فأنت لازم تأسس هاي الفتحات خلال عملية الصب. في حال كانت الماكينة راح تركب معي على الأرض على سبيل المثال، فراح يكون الفتحة جانبية من هون من الزاوية من الأعلى، ويدخل الدكت باتجاه الداخل. فعملية أعمال الدكت، أعمال حساب الأحمال الحرارية ما راح تختلف معنا أي شيء. طبعا بالنسبة لمكان الباكج، مكان الباكج تختلف من شركة إلى شركة، موديلاتها، أشكال مخارج الهواء، تموضع السبلاي بالنسبة للريتيرن. أحيانا بيكون سبلاي أعلى، الريتيرن بيكون أسفل، مثل هاي النوعية اللي راح نركبها. أحيانا بيكون على اليسار سبلاي، على اليمين بيكون الريتيرن، حسب تصميم وديزاين طبعا الباكج يونت. احنا راح نشرح طبعا على الكمبيوتر عملية تصميم هاي الفتحات، تمام. أنا هون راح يكون في عندي فتحة سبلاي راح يدخل منها الدكت سبلاي، وهون في عندي فتحة الراجع راح تخترق فقط حتى تصل إلى الأسفل، على أساس أنه إحنا يسحب الهواء من السبيس الموجود أو من الجبس اللي موجود. هون السبلاي راح يكون معي ينزل بقلبه هاي الطريقة، تمام، ويمشي حتى النهاية، ومن بعدها يلف طبعا الدكت على أساس أنا أعطي سبلاي على طول هذا المجلس، وأيضا راح أعطي سبلاي باتجاه الداخل.